يلا حبيبه قلبي يلا ليش ما بدك تاكلي يا عمري؟ يلا ننسي حبيبتي كرمالي لا تعملي هيك، والله ماني قدراني اتحرك لي. يا سلام شو طيبة، كتير طيبة. ماما بدنا معكرونة. مو معقول، لسه من شوي طعمتكم. لا ماما الآن سألت إنه نعمل رسمة المعكرونة. هلا تذكرت عندكم وظيفة رسم ما هيك؟ وإمتى رح تسلموها؟ بكرة. شو؟ بكرة؟ طيب بس خلوني طعمي أخدكم، روحوا على الأوضة وأنا هلا جاي. هذا اللي كان ناقصني هلا. يلا حبيبتي كلي، لسه في وراي 100 شغلة. طبعا ما بصير تخلوني ارتاح شوي، معك حق. بتعرفي رح اشرب الشاي هلا، بس اشرب كاستين بدي صحصح واقعد معك قد ما بدي. ماشي حبيبتي هلا برجع. يا الله تبهدلوا ايدي. شو هات؟ مو بقيان فيه. هات اعطيني علبة الصمغ. يلا هات. يا الله خلصت. هاتا لك مو المعكرونة، اعطيني الصحن كله. لك اعطيني الصحن، شو ما عم تفهم ابني رح تجلطني. هذا اللي كان ناقصني انا، بعدتن على المدرسة لارتاح وما ارتحت. ما هيك الانسة قالت لزوها بدون ما تكسروها. بتيجي تساويها هي اذا هيك، ولا بس شاطرة تتفهمن علي؟ العمى تكسروا ايدي بهالزفت، تضربيها وهالرسمة. خذوا سووا انتو حلوا عني بقى. العمى عم نتفعلهم بلاوي، وفوق هيك عم نهلك مع اولادنا. شو هالمسخره؟ قال مدرسه خاصه. قال بس انا بعرف كيف اتفاهم معه. زيك تضرب انت واخوك على هالوظيفه، سووا انتو. انا ما عاد فيني ساوي شي، فرطت. شو هاد يا تضرب هالمدرسه؟ خلص حبيبتي طولي بالك، عم تخافي الاولاد. خلص قومي انا رح ساويها. تعالوا لشوف لعند البابا، تعالوا اقعدوا جنبي. يلا تعالوا جاي يلا لشوف. تعالوا ميسو قرب لعند البابا. نلزقها على الورقه. نلزقهم بالصمغ يعني بابا. طيب وين علبه الصمغ؟ ليكا. هذا شوف يا عيني رح تطلع كثير حلوه. رفيف خير حبيبتي؟ صار لك شيء؟ ما عاد فيني رح ازن. ليش عم تبكي حبيبتي؟ فرجيني صار لك شيء؟ كسرت الكاسه، ماني عرفانه اشتغل مثل العاده. لك حبيبتي عمرين الكاسه والمطبخ كله، لا تبكي بمشي حرزان. ما عاد فيني ما عاد فيني. خلص حبيبتي طولي بالك. خلص حاج تبكي رح ازن. صار فتره مالك طبيعيه ومالك على بعضك. وشك كله تعبان وعيونك كتير حمر، خلينا نروح لعند شي دكتور. ماني قدراني نام، حاستر ما عم نام ولا لحظة ولا لحظة، ما عم بقدر. خلص روحي وفوتي لجوا ونامي هناك، أنا رح ضب المطبخ وبعدين بنيم الأولاد. المطبخ كله أزاز. خلص حبيبتي خلص روحي حبيبتي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.